طيب عمرو دياب من الاخبار بقى الجد شويه للاخبار شويه ترفيهيه. عمرو دياب كان عنده حفله امبارح في دبي، كانت ترند في الامارات وكان ترند في مصر وكان فيه اهتمام كبير جدا عليها، وده البوستر اللي حطه عمرو دياب، ولاحظوا معايا I believe I can fly، وحاطط ايه رقم 60. في ظني ان هذا هو الاعتراف الرسمي الاول من عمرو دياب برقم 60 وعلى الاكاونت الرسمي بتاعه على الفيسبوك، واخدين بالكم ده الاعتراف الرسمي الاول. الحفله كمان شهدت لقطه كمان كانت مهمه جدا، ان عمرو دياب حط مجموعه من النجوم خلف الاعمال بتاعته وكرمهم، وكمان بعضهم كمان غنى معاه الاغاني بتاعته على المسرح. الناس اثناء وهو بيغني طلبوا منه اغاني قديمه، واضح يعني ان هم تقريبا جمهور جديد لعمرو دياب او قديم قوي او ما حضرش اللقطه الاخيره. هو قال لهم انا بقالي فتره مش عايز اغني اغاني حزينه، ماليش مزاج، ابقوا اسمعوا في الكاسيت انا مالي، انا ماليش دعوه. طبعا ما اعرفش، تعالى نعمل اختبار كده، هو ما يعرفش ان ما بقاش فيه كاسيت ولا ايه، ما بقاش فيه كاسيت او لا هو مش عايز يغني حزين. بس تعالى نعمل اختبار لكريمه وخيري، اختبار فجاه والله غير منظم. ايه الاغاني اللي انتوا فاكرينها لعمرو دياب تحت بند اغاني حزينه؟ لا انا مش عايش مع عمرو في الاغاني الحزينه. انا كنت فاكر تقول لي انا عايش ومش عايش، لا دي حزينه، انا عايش همشالك أمرين. انا عايش أمرين كريمة. أمرين لا دي مش حزينه، تخافيش وافتكر له ما تخافيش، دي مش وهي حزينة. عامله ايه دلوقتي وهي برضو مش حزينه كريم؟ لا وهي عامله ايه دلوقتي؟ الست مشيت وهو ما بلاش يتكلم في الماضي، حزينه طبعا. لا مش حزينه ولا حاجه، ده بيقول ده الماضي ده كله كان جراح. رجعت من السفر وهي عم عايزه ايه دلوقتي؟ انا الحقيقه مش فاكره له وهي غني حزينه، وعمرو دياب بيغني حزين. ما هو دي الفكره، هو يعني ده دايما في جيلنا او جيلكم يعني كان هاني شاكر هو المسؤول عن المنطقه دي بتاعه الحزن، لكن الرقص والفرح والمصايف كان عمرو دياب توكيل خاص بيه، ويا رب دايما كده.